ماده اسمها الثيرموداينامكس، فقلنا كلمه ثيرمو معناها كلمه حراره، كلمه داينامكس معناها كلمه حركه، وانا عايز ادرس الانتر اكشن ما بين الحراره والحركه. والماده اساسا كان المفروض اسمها ابلايد ثيرموداينامكس. ابلايد يعني ان احنا عايزين نوصل للابلكيشن، هو ده موضوع المحاضره بتاعت النهارده كده. فبالتالي قلنا بقى درسنا الوسيط اللي في النص، وقلنا ده الوركينج فيلود اللي في النص، فقسمنا الوركينج فيلود اللي في النص نوعين، يا اما ايديال فلويد او ايديال جاز، وعند الريال ايه؟ الريال فلويد. الايديال فلويد قلنا زي الاكسجين، زي الاير، الريال زي الميه الاتش 2 او او الفلويدات ار 144 اي وهكذا. ماشي الكلام؟ وبعد ما عرفنا ان الايديال جاز، عرفنا القوانين بتاعت الايديال جاز ان في في بتساوي ام ار تي، ان انا مسكت الوركينج فلويد دوت دي مجموعه من الخواص اللي هي بي والفي والتي واليو والاتش والاي والاس، صح كده؟ دولت السكس بروبرتيز. وعرفت بقى كده، اخدت محاضره كمان مع الدكتور وائل، اخدت محاضره مهمه جدا بتعبر عن الايه؟ الاس اللي هي الكيميا. فاخدت بقى الايدل جاز ان انا اقدر اربط البروبرتيز دي علاقه بينهم ببعض، بي في بتساوي ام ار تي، اخدت ان دلتا بي بتساوي ام سي في دلتا تي، اخدت ان دلتا اتش بيساوي ام سي في دلتا اي دلتا تي، ماشي الكلام؟ وفي قانون دلتا الاس كمان اللي هو ام سي في لين تي 2 على تي 1 ناقص ام ار لين بي 2 على بي على بي 1. انما في الريال فلويد انا ما اقدرش اشتغل بالقوانين دي تماما، فكله اللي اشتغلت بيه يا اما عن طريق تيبل، ان انا اشتغل الخواص دي عن طريق تيبل، او عن طريق ايه؟ الشارت. ماشي الكلام؟ بعد ما انت درست الاثنين دولت، ودرست الاوركي لوحده، ودرست الثيرم لوحده اللي هي كيو، ودرست الكيو لوحدها اللي انت درستها في الفيرست ايه؟ في الفيرست لو ثيرموداينامكس، ان كان على الكلوز سيستم او ان كان على الاوبن ايه؟ على الاوبن سيستم، صح كده؟ ماشي الكلام. بعد ما خلصت الكلام دوت كده بقيت انت مهيئ تخش على الابلكيشن. فاول حاجه في التوصيف الابلكيشن قال لك طب تعالى ندرس الابلكيشن على العموم كاي سايكل عامه. اي سايكل عامه يا اما بتطلع ورك يا اما بتاخد ورك. لو هي بتطلع ورك يبقى كده بتسميها هيت انجن، ولو هي بتاخد ورك يبقى اسمها ريفرسيتي ايه؟ ريفرسيتي انجن. المحاضره بقى بتاعت النهارده ده ابلكيشن على الهيت انجن. فكرك الهيت انجن كده ببساطه ان انت عندك تانك تي هاي بتاخد منه حراره اللي هي كيو 1 بيخش جوه الانجن، يبقى الدايره دي كده جواها اللي هي السايكل كولر. معايا ولا ايه؟ السايكل كولر حتى اللي درسها النهارده هي دي اللي جوه الدايره، فتطلع منها الجزء من الكيو ديت بتكونفرتها كورك، والباقي بيبقى كيو ريجكت اللي هي بنسميها كيو ال، في التانك اللي التمبريتشر تي ال اللي هو الاتموسفيريك او الانفايرمنت اللي هو الاكزوست بتاعه ده، هنشوفه ايه؟ هنشوفه النهارده. ماشي الكلام؟ تعالى بقى نبتدي نخش على الاوتو سايكل. بس قبل ما نخش على الاوتو سايكل في شويه من الاسامبشنز الاساسيه اللي هيتكلم عنها. الاسامبشنز الاساسيه او عامه بقى هيتكلم عن اول ايه السايكلز، قال لك يبقى انت عندك في الجاز سايكل او الفيبر سايكل. بص على هنا الماوس، يبقى الفيبر سايكل يبقى اللي ماشي فيها يبقى في ريال جيز، ممكن يبقى اللي ماشي فيها ايدل فلويد او اللي ماشي فيها ريال ايه؟ ريال فلويد. نوعية السايكل من جوه اللي هي جوه كل ده اللي هو حرف الـ E، هو حرف الـ E اللي هي تحديد انجن، ممكن يبقى كروس سايكل أو أوبن إيه؟ أو أوبن سايكل، ماشي الكلام؟ من أنواع السايكلز عندك الانترنال أو الاكسترنال كومباشر تشامبر، ممكن يبقى الحالات بتاعي بيحصل انترنالي في الانترنال كومباشر انجن أو يحصل اكسترنال كومباشر انجن. اللي يهمنا بقى هنا الستاندرد اللي احنا أو الأسامبشن اللي احنا هنشتغل عليه. عندك اول حاجه من الاسامبشن ان الوركينج فلويد عندنا في الاير ستاند سايكل، ان الوركينج فلويد ده اير، والاير دوت يعني ما بيحصل يعني احنا عندنا الانجن ده اساسا بيخش له فلويد، فما ناخدش باعتبارنا الخصائص بتاعت الفلويد، فبناخد كله ايه؟ كله هواء. ماشي الكلام؟ الحاجه الثانيه ان كتله الهواء اللي داخله تبقى ثابته خلاص، يبقى ده كلوز سيستم. ماشي الكلام؟ الكومباشن بروسيس، الكومباشن بروسيس ديت بقدر اشيلها واحط بدلها هيت ان، لان عمليه الكومباشن دي ذات نفسها هتاخده في الشهره بتاعت الانترنت، عمليه الكومباشن دي نفسها بتاخد حيز كالكوليشن كبيره. ماشي الكلام؟ فاحنا بنلغي حته الكومباشن تماما، وبنقول الكومباشن ده بنعتبرها ان هي هيت ايه؟ هيت اكشن. الاكزوست بروسيس دي بقى اللي هنتكلم عنها كويس، بس هنبص عليها في السايكل، ان الاكزوست بروسيس بعتبرها هيت ريجكشن. دي ازاي؟ دي هنشوفها في السايكل احسن. ماشي الكلام؟ تعالى بقى نبص على الاوتو ايه؟ الاوتو سايكل. الاوتو سايكل ديت بتتسمى الاوتو سايكل، العالم اللي عملها اللي هو اسمه الاوتو سايكل، اللي هو اسمه اوتو، بيسموها السبارك اجنيشن انجن. ليه سبارك اجنيشن انجن؟ اللي هي بتاعت عربيات البنزين، اللي هي البترول انجن،
ماشي الكلام؟ دي التلات مسميات بتوعها، التلات مسميات اوتو وسبارك او البترول ايه؟ البترول انجن. اللي هي العربيات بتاعتنا عموما اللي هي العربيات العاديه اللي هي فيها بوجيهات، اللي هي العربيات اللي فيها بوجيهات اللي هي بتاخد بنزين. السايكل دي بقى عامل ايه هو بقى؟ بص يا سيدي، لو انت ملاحظ هنا هو كاتب لك هنا حاجه اسمها التوب ديد سنتر والبوتوم ديد سنتر، وده خدتها في حاجه اسمها التيلوك ماشين. هو الحركه بتاعت العربيه الانجن بتاع العربيه بيبقى بس سلندر ديفايس، صح كده؟ بس سلندر ديفايس ده بيستر اهو وبيتحرك في سلندر، صح كده؟ طبعا بيبقى راسي، المفروض بيبقى راسي. يبقى يعني في حاجه اسمها كونكتنج رود كرانك، صح؟ واخدتوا انتوا الايه؟ الميكانيزم ده اللي هو بيكونفرت الحركه التردديه ديت لحركه ايه؟ لحركه دورانيه. وبالتالي يبقى في حاجه اسمها نقطه البوتوم ديد سنتر. امتى البوتوم ديد سنتر؟ البوتوم ديد سنتر لما بتلاقي الكرانك والكونكتنج رود يبقوا متطابقين على بعض. ماشي كلام؟ يبقى عامل انجل اكن الكرانك عامل انجل زي. التوب ديد سنتر ده بقى فيه ايه؟ التوب ديد سنتر لما يكون الاثنين بقوا عاملين انجل 180 درجه، صح كده؟ يبقى ده كده التوب ديد سنتر، يبقى دي النقطه الميته السفلى والنقطه الميته العليا. النقطه ميته سموها ميته ليه؟ ديد. لو انتوا فاكرين في زيرو ماشين لان هو بيقلب السرعه بتاعته، بيقلب لان السرعه ديت بتبقى عند النقطه دي بتبقى بزيرو، ان هو مره واحده بيبقى نازل وبعد كده يرجع ايه؟ يطلع. يبقى عند النقطه ديت السرعه بتبقى ايه؟ زيرو، والاكسلريشن بتبقى بمعنى نهائي عند النقطه دي. ماشي، المهم ماشي الكلام؟ حلو. يبقى دي نقطة البوتوم ديد سنتر ودي التوب ديد سنتر. تعال نبص على الانجن اكتوالي بيعمل ايه؟ ماشي الكلام؟ الانجن بيعمل ايه اكتوالي؟ بيقول اللي هو في وضع البداية اكنه عند البوتوم ديد، عند التوب ديد سنتر. يبقى لسه فين؟ يبقى لسه في وضع البداية، يبقى هي دي. اهي التوب ديد سنتر اهي. ماشي، هو خلينا عشان الرسمة بدأها من أول الكومبريشن. تعالى نبتديها من اول الكومبريشن. الكومبريشن ده اللي هو من اول فين؟ اكيد نقطه البدايه، يبقى دي نقطه واحده. ماشي الكلام؟ يبقى البيستون كان جوه فيه ايه؟ في هواء. هواء مع فلويد، بس انا هعتبره ان هو ايه؟ هواء. كله ايه؟ كله 100% هواء عشان يبقى نفس السي في بتاعتنا والسي في بتاعتنا والجاما بتاعتنا والار بتاعتنا نفس الكالكوليشن. وبالتالي عمل عمليه الكومبريشن من نقطه واحد لحد نقطه اثنين. يبقى بدا يعمل عمليه الكومبريشن ايه؟ من نقطه واحد لحد نقطه ايه؟ ماشي الكلام. بعد ما عمل الكومبريشن بقى النقطة ديت والنقطة ديت، إيه اللي يحصل؟ بيحصل هنا إن سبارك بلاك هنا يبتدي يعمل شرارة، يبقى عمل بالظبط زي ما عندك في البيت. عندك في البيت أنت بتفتح الغاز وتبتدي تعمل إيه؟ وتدي له شرارة، يبقى حصل حريق ولا لأ؟ حصل حريق. هو بقى بنفس القصة بيعمل هنا كده الحريق، يبقى إيه تاني هو؟ يبقى هو كده كان عند البوتوم ديد سنتر. ماشي الكلام؟ اتحرك عمل كومبريشن، فلما عمل كومبريشن الحجم قل والضغط زاد، أو الحجم قل والضغط زاد على البي في ده. ماشي الكلام؟ جميل. جاء بقى وصل عند التوب ديد سنتر هنا، عمل ايه بقى؟ بدا يعمل السبارك. السبارك ده عمل حريق ولا لا؟ عمل حريق. الحريق ده بقى بياخد وقت كبير ولا ياخد وقت قليل؟ لا ياخد وقت قليل جدا. طب لما بياخد وقت قليل جدا فبنقدر نقول ان البيستون تقريبا ما رجعش، تقريبا ما رجعش، ما خدش وقت كبير، لان هو السبارك ده هتخلي الحريق على طول يحصل ايه؟ رغم ان الزمن بتاع الحريق بتوع انترنال عندنا في ميكانيكا بيحسبوه، يحسب لك زمن الحريق قد ايه؟ معايا ولا ايه؟ ماشي حلو. فبالتالي الحريق ده ما خدش زمن، بدل ما خدش زمن او اخد زمن قليل جدا، يبقى اقدر اقول ان البيستون تقريبا ما رجعش. يبقى دي كده اقدر اعمل لها سيميوليشن ان هي هيت اديشن فوليوم كورس. هي عشان كده طلع ايه؟ رقص يعني، اللي هي من بعد كلمه الاجنيشن. كلمه الاجنيشن بدايه الحريق. ماشي كده حلو. يبقى كده اقدر، يبقى بعمل كده هيت اديشن فوليوم كورسر، يبقى انا بسخن والحجم ثابت، بسخن والحجم ثابت، يبقى الضغط يحصل له ايه؟ يزيد معايا جامد. يبقى تاني البيستون كان عند وضع ده البوتوم ديد سنتر، عملت الكومبريشن وصلت عند وضع البوتوم ديد سنتر، بعد كده عملت الحريق بتاعي عن طريق مين؟ عن طريق السبارك، والفيول كان موجود جوه. ماشي الكلام؟ في العربيات بقى الجديده بيبقى في انجكتور كمان، يبقى الانجكتور يبقى الموجود اساسا بيضغط في الاول هواء بس، بعد كده الانجكتور بيحط الفيول بتاعه ويعمل عمليه الايه؟ الحرق. جميل. عمل الحرق بتاعه، اول ما عمل الحرق بتاعه يبقى الضغط على جامد جدا على البيستون ولا لا؟ الضغط اللي عمله جامد جدا على البيستون هيعمل ايه؟ يزق البيستون لورا، صح؟ يعمل اكسبانشن ولا ما يعملش اكسبانشن؟ يعمل اكسبانشن. يبقى ده الاكسبانشن اللي بيروح على العجل ولا لا؟ اللي بيروح على العجل هو ده اللي بيحرك العجل. ماشي الكلام؟ جميل جدا. يبقى عمل اول الاكسبانشن بتاعه وبنينا لك عادي الاكسبريشن. يبقى ادي في الاول البيستون كان تحت على الدوت سنتر، عمل عمليه الكومبريشن
بعد كده عمل عمليه الحريق بتاعته، وبعد كده قال الاكسبانشن. ماشي تمام حلو. بعد ما عمل الاكسبانشن بقى يعمل ايه بقى الريستور؟ خلاص هو كده خلص اللي هو عايزه، اخد الباور اللي هو عايزه. المشكله بقى اللي موجود اكتشوالي اللي جوه، الهواء اللي موجود جوه بيبقى هواء ولا هيبقى عادي؟ هيبقى عادي، كل الاكسجين اللي فيه اتحرق، لازم اطرد العالم ده ولا لا؟ واخد هواء من جديد صح؟ اطرد الهواء ازاي؟ لازم يفتح الفالف اهو اللي هو الاكزوست فالف، اللي هو درستوه كتير في ماشين، ان انت بتفتح عن طريق حاجه اسمها عمود الكامات صح كده؟ يبقى عمود الكامات وانت حط الديزاين بتاع الكامات بحيث ان هو يفتح الاكزوست ده. ماشي يفتح الاكزوست فالف ده ويبتدي البيستو دي يطلع لايه؟ لفوق يكسح الشغل ده كده بقى كروس سيستم ولا اوبن؟ المرحله دي اوبن بقى سيبه اوبن. طيب خليك معايا ماشي كده، وهو بيكسر الشغل الضغط هنا هيتغير او الحجم بيقل، الضغط هيتغير ولا مش هيتغير؟ الضغط بيقل مش هيتغير عشان اوبن. لا عشان ده اوبن، عشان ده سيبه خلاص، لان انا فاتح له سكه، يبقى انا الضغط يزيد ليه ولا الضغط ما يزيدش؟ بالعكس اللي هو يحصل في تفريغ الايش هو ده اللي هو ايه؟ حصل ايه في العمليه ايه؟ في العمليه دي ان الضغط يفضل ايه؟ يفضل ماشي تمام. يجي عند المرحله ديت بقى الانتيك فالف هو اللي يفتح والاكزوست يقفل، يعني الاكزوست بقى الكامه تقفل الاكزوست ويفتح بعد كده مين؟ الانتيك. اول ما يوصل عند التوبتد سنتر ماشي الكلام، يبتدي بقى عند وصل عند التوبتد سنتر يبتدي يرجع، يبقى الفالف بتاع الاكزوست يقفل والفالف بتاع السحب ايه؟ يفتح، ويبتدي ايه؟ يرجع لورا. رجع لورا يبقى ابتدى فتح السكه، يبتدي ياخد هواء جديد ولا لا؟ يبتدي ياخد هواء برضك. وهو بيرجع لورا كده الحجم بيزيد، الضغط يقل ولا ما يقلش؟ ما يقلش برضه. ليه؟ زي دوت السحبه ديت او الفتحه بتاعت الانتاج برضه هيبتدي يسحب ايه؟ هواء تمام، فيبتدي يعمل الانتاج بتاعه. ماشي كده؟ حلو كده بقى عندي مشكله. انا عملت عمليه كومبريشن خلاص ماشي، دي المفروض الفالفات مقفوله فدي كلوز، وعملت الهيت اديشن برضك الفالفات مقفوله كلوز، وعملت عمليه الاكسبانشن الفالفات مقفوله كلوز صحيح. طيب المشكله بقى عمليه السكشن وعمليه الاكزوست الاثنين دولت اوبن سيستم. فقال لك ركز معايا، الاكزوست كان بدا من عند البوتوم ديد سيستم صح كده؟ وراح ماشي كده عشان يطرد العالم صح كده، وبعد كده رجع تاني هواء جديد وسحب هواء جديد صح؟ يبقى انا في الاخر وصلت عند نفس الموضوع ولا مش عند نفس الموضوع؟ طب لو انا بقى خيرتها وقلت اكني ولا فتحت ولا قفلت والبستون اكني في نفس الوقت، بس كان في اكزوست جوه بدرجه حراره عاليه وبرد لدرجه الحراره بتاعت الهواء الجوي، يبقى انا عملت لها سيميوليشن ايه؟ في كورس اي في اخر العمليه بتاعت الاكزوست اللي هو ماشي كده اللي هي سيت اوبن، والانتيك اللي راجع بيها بس عند درجه حراره، يعني الاكزوست ده عند درجه حراره مثلا 300 درجه سيلسيوس والانتيك عندي 20 درجه سيلسيوس، الاثنين دول طبعا في دايجرام ما يبانش كتير ماشي كده، يبقى تاني الاكزوست عمال عند 300 والانتيك عمال على مين؟ عند 20، يبقى قال لك يبقى انا وصلت عند نفس الوقت على نفس الموضوع، يبقى اخد العمليه دي اكنها تبقى هيت ريجكشن عند فوليوم كروست، ويبقى كده اعتبرها كروست خلاص، يبقى كني ولا في كتله خرجت ولا كتله ايه؟ داخل، يبقى كني هي إيه كتله الهواء اللي كانت موجوده كانت بس عند 300، ال 300 ديت خليتها عند 20، وصلتها عند 20 يبقى انا كده فقد حراره ولا مش فقد حراره؟ فقد حراره، هي دي اللي عملها سيميليشن اللي هي من 4-1، يبقى عمل من 1-2 عمليه الكومبريشن هي الهيت اديشن من بعد الاجنيشن هي الاثنين الثلاثه، الاكسبانشن هو هو اللي من 3 لايه؟ لاربعه، العمليه بقى بتاعت الاكزوست والانتيك دولت بلعهم وخلاهم عمليه واحده اللي هي من 4-1 اكنها هيت ايه؟ هيت ريجكشن، على اساس ان العادم ده اللي بيخرج من العربيه كده كده ده بيخرج سخن، وبالتالي ده حراره هيت ريجكت في مين؟ في التانك التمبريتشر اللي هو تي لو اللي هو الانفايرمنت. يبقى كده السايكل بتاعتي بقت كلها 100% ايه؟ كلوز سيستم صح كده ولا غلطان؟ يبقى ده كده ابلكيشن هيت انجن على الكلوز سيستم ايدل ايه؟ ايدل جاس صح كده ولا غلطان؟ فدي العمليه اللي هي الاوتوسوفير اللي هو الاير اللي هو الاير بالظبط كده، الاير بقى ايدل جاس اللي هو الاير بالظبط ماشي كده. يبقى دي اللي هي العمليه اللي هي قال لك يبقى انا عملت ادي سيميشن من 1-2 الكومبريشن زي الكومبريشن، الهيت اديشن اللي هو نتيجه الاجنيشن اللي هي من 2-3 من 3-4 ده الاكسبانشن وهو الاكسبانشن
الاكسبانشن اللي هو هنا، خلي بالك الاكسبانشن اللي هو هنا، الاكزوست والانتيك الاثنين دول بقى عملوا اللي هو ده يبقى الهيت ريجكشن اللي هي من 4 ل1، لان الاكزوست البيستون طلع، الانتيك البيستون نزل، يبقى رجع، يبقى الاكزوست والانتيك اكنه نفس الايه؟ بقى في نفس المكان، يبقى هي الاكزوست والانتيك اللي هي من 4 ل1 اكنها هيت ايه؟ هيت ريجكشن. ماشي الكلام؟ فده العالم هو اسمه. لو انت ملاحظ ان دي دايره ابروكسيميتد عن الدايره الاكشن. صح ولا غلط؟ طب الديفيشن قد ايه؟ الديفيشن ده بتاعتي حوالي 8%، يعني لما احسب بقى الكفاءه بتاعت الدايره ديت والكفاءه بتاعت الاكشن ما يتعداش الفرق ما بينهم 8%، يبقى انا بكالكوليشنز بسيطه اقدر اطلع كفاءه المكنه. صح كده ولا غلط؟ بعد كده بقى عايز اطلع الاكتواليتي اكتر، اقدر اطلع طبعا الاكتواليتي ايه؟ الاكتواليتي اكتر، وفي حاجات وفي شغل الاكتواليتي بتوع الانترنال بيه يدرسوه يعني. تمام؟ جميل جدا. حلو. بتاعتنا بقى. ادي الدايرة بتاعتنا ان انا عملت من 1 ل2 عملية كومبريشن، بس الكومبريشن ده بقى احنا بنعمله سيميوليشن عشان عايز اعمله سيميوليشن. الكومبريشن ده المفروض بي في سبار ان. المفروض علاقة ايه؟ بروتروبيك. علاقة عامة صح ولا غلط؟ لكن احنا بناخدها ان هي حالة مثالية ان هي ايزوتروبيك. صح؟ رغم ان انت لو انت بتفتح الكابوت بتاع العربية بتلاقي في هبل وسخونيه طالعه عليك، صح؟ يعني معنى كده المكنه بتغلط، وغير كده ده في دايره ميه بتبرد المكنه، صح ولا غلط؟ ورغم ان هي اس كونسنت اللي هي بي في اسبار جامد ايكوال كونسنت، دي معناها ان ادياباتيك، ان العمليه دي ادياباتيك، يعني العمليه دي بتحصل من غير اي هيت ريجكشن، صح كده ولا غلط؟ يبقى دي عمليه مثاليه مش اكتواليتي، الاكتواليتي بتاعتها هي بي في اسبار ايه؟ اسبار ان، فده بيتبلع جوه الديفيشن. ماشي الكلام؟ يبقى دي عمليه الكومبريشن اللي هي من 1 ل2، دي عمليه الهيت اديشن اللي هي عمليه الكومباشن اللي بتحل محل عمليه الايه؟ الكومباشن. ماشي الكلام؟ ده مهم جدا. من 3 ل4 يبقى ده الاكسبريشن، ده ايه؟ ده ايه؟ بيستون عند البوتوم ديد سنتر، اتحرك عند البوتوم ديد سنتر، فبالتالي ضغط الحجم، بعد ما ضغط الحجم وزود الضغط عملت عمليه الكومباشن كده من 2 ل3 عشان ازود الضغط اكتر على البيستون، فلما زودت الضغط جامد على البيستون الضغط دي عمل فورس، هي الفورس دي اللي حركت عملت البيستون ورجعته لورا وعملت الاكسبانشن، وعملت الفورس دي اللي راحت على البيستون من البيستون على الكونكتنج، من الكونكتنج على الكرانك، من الكرانك على العجل بتاع العربيه او الباور ستيرنج بتاع العربيه كترانسميشن على الجير بوكس وبتاع لحد ما يوصل على المقصات والكلام ده لحد ما يوصل للعجل بتاع العربيه ان كان دفع امامي او ان كان دفع خلفي. ماشي. بعد كده من 4 ل1 ديت اللي هي سيميوليشن بلعنا جواها عمليتين، هي العمليه بتاع الاكزوست والعمليه بتاع الانتيك، قلنا يبقى دي كيو ريجكت فوليوم كونستنت جروث سيستم. ماشي كده. فدي اسئله كده على البي دايجرام، هاتي اس بقى. دايجرام يبقى من 1 ل2 دي اس كونستنت، يبقى معناها تبقى خط ايه؟ خط راسي دي في سبار جامد، صح كده؟ ودرجه الحراره بتزيد لان انا بعمل كومبريشن. الكومبريشن ديت بزود الضغط ودرجه الحراره بتزيد معايا. ماشي وصلت النقطه دي، عملت الهيت اديشن في كونستنت فدرجه الحراره بتزيد معايا لحد تي ماكسيموم اللي هي 3. بعد كده يحصل الاكسبانشن بين الاس كونستنت يبقى خط راسي، ويبقى دي نقطه 4 دي اللي هي مين؟ الاكزوست تمبرتشر. المفروض صح كده ولا غلط؟ تبقى دي نقطه 4 الاكزوست تمبرتشر اللي هو بيبرد من 4 ل1 نتيجه الايه؟ الاكزوست اللي هو ايه؟ اللي هو رماد اللي احنا عملنا له سيموليشن لكل الكيو. انت بقى لما بتيجي تعمل اناليسيس في الدايره، انت ما بتكتبش كل الكلام ده، انت بترسم الرسمتين اللي هو ده الاناليسيس بتاعك بتاعت الدايره. نبتدي بقى نخش تاني حاجه في الاناليسيس ده، عايز ابتدي اوصل للافشنسي، فيعرفك حاجه مهمه جدا طبعا التعريفات الاساسيه اللي فوق، البي دي سي اللي هي البوتوم ديد سنتر، الدي دي سي اللي هو التوب ديد سنتر. طبعا الفرق ما بين البوتوم ديد سنتر والتوب ديد سنتر اللي هو مين؟ ده حجم الستروك، ماشي الكلام؟ الحجم اللي هو بتاع السنتر. بص بقى كده على السلايدز ديت اهي اللي هو عند الاجنيشن، الحجم ده مين اسمه ايه؟ ده كليرنس. الحجم من البوتوم ديد سنتر للتوب ديد سنتر ده بيسموه حجم مين؟ الستروك، صح كده؟ حجم السلندر بقى اللي هو بيقول لك 1600 سي سي في بقى ده؟ يبقى ده حجم الاسطوانه كلها اللي هو حجم الدي سي بلس الدي اس. 1600 سي سي دي معناها ايه؟ 1600 سنتيمتر مكعب، بس ده متقسم على كام اسطوانه؟ على 4 اسطوانات.
يقول لك المكنه دي اربع اسطوانات، يعني كل ده شكل لي اكننا اسطوانه صح كده النقطه، يبقى 1600 سي سي على الاربعه، يبقى كده على الاربع اسطوانات يبقى دي الحجم بتاع كل ايه كل اسطوانه لوحدها. ماشي الكلام؟ معلش يعني ال كليرنس والستروك تاني ايه الكليرنس والستروك؟ الكليرنس اللي هو من التوب سنتر اللي هو الحجم المتبقي ده اللي هو البيستون ما يقدرش يصمم، ده معنى كلمه كليرنس. الستروك اللي هو الستروك اللي هو المشوار اللي بيعمله البيستون اللي هو من البوتوم دوت سنتر للتوب دوت سنتر، معنى كلمه ستروك او سويبت. ستروك او سويبت هما الاثنين. السلندر بقى حجم الاسطوانه اللي هو مين؟ مجموعه الاثنين اللي هو الفي اس واصل في سي. ماشي الكلام؟ بتيجي عليها اسئله احسب كل الكلام ده. طبعا هتعيش وقت الكلام ده. ماشي الكلام؟ حلو جميل. فيعرف بقى هنا حاجه مهمه جدا اللي هي بيسموها الار اللي هي الكمبريشن ريشيو. الكمبريشن ريشيو دي بقى عليه ايه؟ ده اللي هو ال V1 على V2 اللي هو V سلندر على V2. V1 على V2 تعالى نسميها لك ايه هي؟